ما كاينش اللي جاوبنا، ما كاينش اللي هضر معانا، ما كاينش اللي قال لنا حتى كي دعسي من كنمشيو من صاله لصاله من بلاصه لبلاصه نبيعوه، ما عندناش مشكل وندخلوا لاي كلينيك ندخلوا، ولكن الغالب والله ما عندناش. كون عندنا حنا واش كاين شي واحد غادي يتخلى على كبتو غيخليها تضيع هو كيشوف فيك نهار على نهار كتضعف نهار على نهار كتزيد، خاصها تنقد. دابا هادشي كلشي كيقول لك ضروري خاص هاد البنت خاصها باسرع ما يمكن، يعني ما بقاش عندها الوقت ما بقاش عندها فين تزيد. السلام عليكم. هاد البنية عندنا مريضة دابا جبناها حاليا هادي سيمانة وحنا كنجريو بها، ديناها العشرين غشت ما قبلوناش ما استقبلوناش، النهار كله حنا كنجريو وما كاينش اللي عطانا وقت، ما كاينش كاع اللي حس بينا، ما كاينش اللي شاف حتى من حال ديك البنية اللي هي باقا ملايكة صغيرة. مني البارح جبناها هنايا للسبيطار هذا ديال الحومة اللي هو حنا كنتميو ليه، استقبلونا الصراحة عمرونا ورقة يرجعوا لنا باش نديو لنا المستعجلات حتى هما يستقبلونا، داروا لها الاسعافات الاولى، ولكن دابا حاليا هي كتصارع الموت لانها قال لك حنا ما عندناش الامكانيات، هاد البنت خاصها الانعاش، وحنا ما عندناش، يعني الله اللي مطلع الله ربي اللي مطالع، ما في حالتناش ما عندناش الفلوس ديال الكلينيك، حتى من الراميد اللي درناه هذاك اللامو باقا ما دخلش فيه، هي باقا صغيره ما دخلش لينا فيه. دابا كيقول لك اودي سيروا طلبوا وسيروا شوفوا الناس تساعدكم وشوفوا الناس المحسنين ولا شوفوا شنو غادي ديروا، طلبوا الناس يشوفوا لكم بلاصه في ميريزكو في اي بلاصه، لان الدريه اي دقيقه كتفوت عليها الدريه في خطر. دابا قلت حنا ما يمكنش لينا نبقاو نزيدوا هذاك البنج اللي كنعطيوها، راه ملي كتولي كتفركل وكتزراك راه صافي كيمشيو تجيراو ليها. يعني دابا كيعطيوها مهدئات؟ مهدئ، ومني كيفوت هذاك المهدئ كتولي كتفركل كلها كتقول لك اودي عتقوا الدريه الله يرحم لكم الوالدين. ودابا حنا الله يجزيكم بخير، وحنا اش غادي نديروا؟ حنا ما عندنا لا خلا سوى الله سبحانه وتعالى، ولكن شي محسنين انما ما عندناش حنا كي غادي نديروا؟ واش حنا يا اختي غنمشيو للسبيطار نطلبوا نقول لهم عافاك خونا بلاصه؟ راه الاطباء اللي داخل راه خاص المسؤولي. مشيتوا ل 20 غش؟ مشينا ل 20 ما عطاوناش وقت، ما كاينش اللي جاوبنا، ما كاينش اللي هضر معانا، ما كاينش اللي قال لنا حتى كي دعسي من كنمشيو من صاله لصاله من بلاصه لبلاصه، النهار كله حنا كنجريو تم لتا 6 العشيه، قال لك وسيروا حقا سيروا خذوا موعد. واش هاد البنت اللي باقيه يلاه 15 عندها 3 شهور وكتموت كتصارع خلال ربي اللي كيشوف فيها، وكيقول لك وسيري شدي لها موعد سيري شوفي من واحد لواحد. ملي جبناه هنا ها هما داروا الوقت داروا الاسعافات الاولى، ولكن قال لك شوفوا الناس طلبوا وشوفوا شي واحد يشوف لكم بلاصه في ميريزكو في الهروشي. واش حنا عندنا الامكانيه باش نمشيو حنا للهروشي؟ واش الهروشي غيتسمع منا حنا؟ غادي يقول لك اي عافاكم راسي دخلوها، راه خاص الاطباء، راه خاص الطبيب اللي هو مسؤول عليها هنا راه هو اللي اتصل بالطبيب تم باش يقول لي عطيني واحد الرساله باش ديوها. عمروا لنا البارح واحد الرابول قال لك انتم ديوه ولدينا، وكيقول لك ممنوع تخرجيها خاصها الاسعافات الكامله باش تخرج اصلا هي. خاصها تخرج يعني في اسعاف خاص ديالها ماشي حتى هاد لابيلانس اللي كاينه هنا بالعاديه. ودابا المشكلة حنا نجينا نخرجوها وردينا لهم ما غيقبلوهاش، اش غنديوها اش غنبركوها في باب السبيطار؟ هما ما قبلوهاش وهي باقا شويه باقي التنفس غالي فيها، عساك غادي نديو الدريه وهي مساليه. الناس يفهموا شنو دابا مناش كتعاني البنيه بالضبط؟ دابا المعاناه ديال هاد البنيه دابا ضروري قال لك خاصها ربما خاصها عمليه على القلب، خاصها الشبكه ديال الراس، خاصها قال لك سكالي الراديو كامل ديال الراس، وقال لك باش نعرفوا هاد الدريه مناش هاد المشكل، اشنو المشكل؟ كتجيها كريز؟ كتجيها كريز كتزراق كتولي كلها كتفرك وكتقلب عينيها الفوق. حتى واحد الطبيب ملي شافها قال لك ربما يكون حتى الشوف حتى هو ما عندهاش. ملي كتشوفوها في هذه الحاله وانتم ما قادين ديروا حتى شي حاجه؟ واش غنقول لك بنتي؟ وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ونشوفوا خلاها اذا كان شي محسنين وشي مساعده من اي واحد ما كرهناهاش. حنا الشيء اللي كنطلبوا ان ما سخيناش بديك البنيه تضيع، وما سخيناش اول بنيه عندها اول بنيه كاينه ما سخيناش بها تضيع، واللي خلاها مجرب الكبده وحاس بالامومه راه ما غاديش يقدر. ان واحد البنيه الا شفتيها اي واحد غادي يشوفها، اي واحد دابا كيشوفها راه كتبقى فيه. حنا ما كرهناش ما عندناش، شي كون عندنا غير ما يتباع نبيعوه ما عندناش مشكل وندخلوا لاي كلينيك ندخلوا، ولكن الغالب والله ما عندناش. كون عندنا حنا واش كاين شي واحد غادي يتخلى على كبتو غيخليها تضيع هو كيشوف فيك نهار على نهار كتضعف نهار على نهار كتزيد. ودابا المشكل الحاله ديالها غدا وكتدهور هي اصلا دابا الحاله ديالها بانت لينا حنا غير هاد السيمانه، لان باقا طرب هي باقا صغيره. مني شد هذا الامر كتخنق كتزرهق كتكون كترضع حتى كتلوح البيبرون كتلوحو، لا تكون شاده البزوله كتجرى وكتحط تقعد كلها كتفدفد وكتقلب عينيها كلها مخنوقه. مخنوقه ملي دابا جي نشوفو قال لك لا راه الاكسجين ديالها ما كيدورش. هذه ضروري خاصها ضروري خاصها تنقد. دابا هادشي كلشي كيقول لك ضروري خاص هاد البنت خاصها باسرع ما يمكن، يعني ما بقاش عندها الوقت ما بقاش عندها فين تزيد. عاد دابا نيت دابا
عطاونا واحد الدواء مشينا جبناه، قالت لك هذا الدواء غير باش يكالمي غير واحد شويه، انما ما قدرناش، قالت ما يمكنش لنا نبقاو نزيدوه في التخدير باش تبقى الدنيا. قال لك صعيب عليها الحال، قال لك ديروا اي محاوله، طلبوا ديروا اي حاجه، سيروا قالت لك سيروا للسبيطار، انتم عندكم داك الرابول دخلوا به، ولكن حنا غندخلوا للسبيطار واش بيني وبينك واش الهروشي غادي يقبل منا حنا شي حاجه؟ انا كليت ثم الطبيبه ديالها مشينا، قالت لك كلشي عامر ما عندناش، قالت لك خص الطبيبه اللي هي شاده هي اللي تهضر، وهما اللي يعطوك واحد الورقه بان هذه الحاله ايرجو خصها تجي. هادشي اللي قلت لك وعطاتنا وصورناها وريناها لهم. قالت لك حنا عامرين ما عندناش، حنا الدنيا عامره ما عندناش، حنا كي غنديروا عامره سيروا ديوا الكلينيك، وحنا ما عندناش، حنا ما عندناش باش نديوا، لو كان عندنا باش نديوا الكلينيك اصلا ما نجيبوهاش حتى السبيطار ديال الحومه اللي هو كاع حنا محسوبين عليه. ولكن الغالب الله بنتي باه ما فحالوش، ما خدام على بالنهار، ما كاينش بنتي ما كاينش، كاين الله سبحانه وتعالى، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الا كان شي محسن ولا كاين شي ناس كيشوفوا يشوفوا في هذه البنيه وفي هذا الحال اللي حنا فيه يشوف من حالنا ويعتقنا باش ما كان، ما كنطلبوا حتى شي حاجه يهزوها غير هي يعتقوها يديوها فين ما بغى يتكفلوا بها، حنا ما باغين ما يعطيونا ما حتى شي حاجه، يشوفوا من حالها التربيه وهذه البنيه هما يديوها، حنا كنطلبوا لها غير الصحه والسلامه وطول العمر، هذا الشيء اللي كنطلبوا. اذا مشاهدينا الله يخليكم، الناس اللي كيشوفونا اللي ما قادينش يعاونوا يبارطاجيو معنا هذا المباشر، يوصل الناس اللي في قلوبها الرحمه وباغه تعاون هذه الطفله. كيف ما قلت لكم طفله ملائكه يلا في العمر ديالها 3 شهور خاصها العلاج، العائله ما عندهمش باش يديوها كلينيك، كما قالت ما لقاتش بلاصه في السبيطار ديال العشيغوش او الهاروشي. لا حول ولا قوة الا بالله. رسالة الأخرى ديالك الناس اللي كيشوفونا، الناس المحسنين او جمعيات، كنطلب من الناس كاملين، الناس المحسنين وكاع اللي كيشوفنا وكاع اللي كيتصنت لينا، كنطلب منه يساعدنا باش ما كان، حنا ما كنطلبوا لا فلوس لا حتى شي حاجه، حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن الناس اللي كتشوفنا يعتقوا هاد الملائكه، يعتقوا هاد البنيه، راه حنا ما عندناش، راه كون عندنا حنا راه ما نتخلوش عليها باش ما كان، راه كون عندنا غير شي حاجه اللي نبيعوها ولا شي حاجه اللي نتسلفوا، كون لقينا غير منين نتسلفوا باش نعتقوها راه حنا نتسلفوا ونديوها. ولكن راه الله كيشوف حتى حد اللي كتوجه اي باب كطرقيه حتى حد ما كيعتقك، اي باب كتقول لي ودي راه ها كاين ها كاين، كون كودي راه حنا دابا كنطلب من الله سبحانه وتعالى وكنطلب من المحسنين اللي شافنا واللي تصنت لينا واللي حس بينا، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، حنا ما بغينا لا فلوس لا والو، حنا عتقوا لينا غير هاد البنيه، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، إلا ما عتشوفوا من حالنا ومن حال هاد الملائكة، إلا ما عتقوها الله يجازيكم بخير. الرقم ديالي 06-03-02-67-40، الله يجازيهم، الله يرحم لكم الوالدين. الا ما شوفوا من حالنا ومن حال هاد الملائكه ومن هاد البنيه، راه حنا ما سخيناش بهم، ما بغيناش تضيع الصراحه، ما بغيناش تضيع، لان هي اللي عند باها وهي الاولى، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. نتمنى الخير ونتمنى من كاع الناس يبارطاجيو معنا هاد المباشر باش يوصل للناس المسؤولين والجمعيات وايضا المحسنين. الى اللقاء.